نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل الدفء والشراء على تطبيقكم سياش. قم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، تسفن عطالة التطبيقات، ثم سوف نقوم بضغط هنا على سياش خاص بكم. بعد سوف نضغط هنا على إيقاف الإجباري، سوف نضغط على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط على مكان التخزين، سوف نضغط على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم. بعد سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن سياج خاص بكم، سوف يظهر لنا على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم سياج. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو القادم إن شاء الله.